قبل من معلومة اليوم واللي غادي نخصوها المعلومة كتعلق بمدونة الأسرة، نبغيو نعرفوا دكتور رأيكم بعد تأهل المنتخب المغربي لمونديال قطر 2022. دكتور إذن 4 ديال الأهداف اللي كانت طبعا دي فرحة كبيرة، يعني بغض النظر على كرة القدم، دي مسألة قومية، مسألة وطنية، ولكن كرة القدم عندها واحد الخاصية، هي أنها واحد لعبة رياضية شعبية كبيرة، عندها واحد شعبية كبيرة يعني في العالم، ولكن بالأخص عندنا في المغرب، يعني كاين واحد الشريحة كبيرة اللي كتهتم بكرة القدم، وكيفرحوا للفوز وكيحزنوا للخسران طبعا. ولكن في الحقيقه اللي تنتبه ديالي اكثر البارح، تفرجتي دكتور تبعتي خطوه لا هذا وقت تاريخي ممكن لكش حتى اللي ما عندوش مع الكره كيتبع المنتخب الوطني، ما تبعت حتى شي مباراه من المباريات كاع الوطنيه ولا الدوليه اللي مشهورين كلشي كيتفرج فيهم، ولكن المنتخب الوطني ما فيهش مزايده، عندك بلادك راه كتبقى قلبك واقف معاهم، قلبك عقلك كل شيء مركز معاهم. ولكن البارح اللي صار انتباه ديالي ومسني بزاف هو حارس المرمى البطل، كنسميه البطل بونو. علاش؟ ما عمري تيصحبني ان الواحد كيجاهد في كرة القدم، في مباراة كرة القدم كان تيجاهد، هذاك السيد البارح كان مجاهد كان حياته وضع كانت على كف عفريت، ما عمري شفت مقاتلة بحال اللي كانت يدير، ولكن ماشي كانت يتقاتل، يعني حياته ما كانت تسوى حتى شي حاجة بالمقارنة مع المسؤولية اللي كانت على الكتف ديالو. وشايب الله تحتك مع واحد ولا تضرب مع واحد في راسه، دار له واحد حلو جبهته وبنت الطاقم الطبي بين عاد واحد الحنكة كبيرة، بعد جوج ديال الدقائق ثلاثة دقائق بنا الطبيب ديالو كيخيط، ثلاثة ديال الدقائق كيخيط له مباشرة، عمات السرعة، يا ريت كانت السرعة عندنا في المنظومة الصحية ديالنا في المستشفيات، يعني حتى هما تيستحقوا التهنئة داك الطاقم الطبي. فدار له غرز له، وباش تكون حلة بحال هكاك يعني راه الدم كيفور، خرج الدم بجهد، كاين ضربه في الراس، كاين ردود بالفرنسيه يعني تروماتيزم كرانيان كاين، وخيط له ودار له المسائل، شد له داكشي مزيان باش ما يتقبط راسه مزيان، وناض تيستأنف في المباراه. ومن بعد خمسه ديال الدقائق عاوتاني تيحتك بواحد اللاعب، وبعد ملي تضرب الضربه الاولى الكره ديالو مازال كانت هاربه له، اتلاح على الكره وراه مضروب في راسه، تلاح الكره وشدها وجلس في الارض، عاد قال راسي حتى ضمن الكره. شوف المسؤوليه، شوف القوميه، شوف يعني الكبر ديال هذا الشخص هذا، يعني عارف راسو شنو 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 هو ملقي على العاتق ديالو على الكتف ديالو. اذا حتى شد كرته عاد طاح، عاد قال راسي الاولى، خمسه دقائق من بعد عاوتاني تضرب، عاود ضرب راسه مع واحد خارج الكره بداك الشجاعه ديالو اللي كيشوف كره خصو هذيك المسؤوليه، ما كاينش المرمى ديالو خصها تبقى نظيفه، وهز وشد الكره وتضرب مع واحد وناض وغادي زعما عاود تيجري للمرمى ديالو باش يوقف بلاصتو وهو يطيح. يعني اكثر من القوه ديالو، يعني طلب اكثر من القوه ديالو، اكثر من الطاقه ديالو كان تيتعداها باش يكون في المستوى ديال هذه المسؤوليه. يعني درس عطانا السيد بونو، عطانا درس في القوميه، عطانا درس في الوطنيه، عطانا درس في الحب لهذا البلاد، فهذا الرجل هذا يحب دينه ويحب وطنه ويحب ملكه، بان داك الدفاع ديالو وما كتسوى حياته حتى شي حاجه، والسلامه ديالو والامن ديالو في ديك المباراه ما كتسوى حتى شي حاجه قدام انه ينصر يرفع العالم المغربي الفوق. ف تخيلي معايا كانوا الوزراء ديالنا كلهم في هذا المستوى ديال المسؤوليه، تخيلي كانوا المسؤولين في هذه المسؤوليه هذه،
تخيلي كيكونوا الاطباء كلهم في هذيك المسؤوليه وداك الحنكه ديال داك الطبيب فريق المنتخب الوطني اللي دخل من بعد ثلاثه ديال الدقائق كان تيغرد الحارس المرمى. تخيلي دابا كان هذاك هو المغرب، هذاك داك الفتره هذاك هو النموذج ديال المغرب، كل المغرب ديالنا كيتمشى هكاك بقوميه بوطنيه بروح المسؤوليه بالحس ديال الحب للبلد ديالك وانك باغي تفرح الشعب المغربي. تخيل المسؤولين ديالنا كلهم، طبعا ملي كنقول المسؤولين يعني كاين مسؤولين اللي كيضحيو وكيشتغلوا وما عندهمش حياه كاع خاصه عاطين حياتهم، ولكن كاين واش نقول سامحهم الله هادي العواشر، ولكن واش المواطن غادي يسمح لهم؟ واش المسؤولين ديالنا كلهم تيشتغلوا بهذه المسؤوليه هذه بهذا الحس الوطني يعني تيشتغل وما كيضحي بصحته بقوته بوقته بجهده بشبابه بحياته الخاصه من اجل انه ينصر الحق ديال المواطن وينصر السمعه ديال البلاد ديالو. هذا درس عطاه لنا السي بونو البارح لمن اراد ان يقتدي. ف تنقول له تبارك الله عليك يا بطل، فانك شرفت المملكه العربيه المملكه المغربيه وشرفت ملك المغرب وشرفت الشعب المغربي ورفعتي من القيمه ديالنا ورفعتي حمرتي لنا الوجه. احنا فخورين، هذا السيد بطل عطى عباد الله حياته، والله عطى حياته. اطباء يمكن تيقولوا انا قريت واحد المقال قال بانه كان معرض لسكته قلبيه، كان هذاك الحادث اللي وقع له كان ممكن يعرضه لسكته قلبيه. انا قريت هذا المقال ما عرفتش الصحه ديالو من عدم صحته، ولكن هذاك الطيحه اللي طاح الخطره الثانيه هو شاد الكره وباغي يرجع لبلاصتو المرمى يوقف وطاح ضايخ، درس كبير عطاه ديال الحب الوطن. شحال ناقصنا هاد القضيه ديال حب الوطن، يعني ما عرفت والله الا تقدر الكلام، ولكن بين على المستوى والروح العاليه اللي عنده تربيته عاليه، تربيته باه ومو بعدا رباو على حب البلاد، باش حتى هو يخرص بعض الافواه اللي تيقولوا بانهم هذوك اللي كيجيو على برا المنتخب المغربي ما عندهم غير على البلاد، ما يعني عايشين على برا ما عندهمش احساس ببلادنا. والبارح كان يعطي السيد حياته، كان معرض انه يجي سكته قلبيه، حب الوطن في الدم دكتور. ولكن شوف ما عندوش يعني علاقه بعايش برا ولا في المغرب، المغربي عايش برا ولا هنا، حب الوطن في يعني في العروق كيكون. كتسمع النشيد وانا دائما تنقولها، كتسمع النشيد الوطني ما شاء الله ما عرف شنو تيوقع، كنوقفوا بلا ما نشعروا دكتور. لا هو في حقها كان نوقف له وقفه اجلال واحترام لهذا البطل، لانه يستحق كل احترام وكل اعجاب وكل اعتزاز وكل افتخار. من بيت الاحرار خليها له. منتدى السؤدد وحماه، كنت منتدى وحماه الملك. إذن تحية للمنتخب المغربي وإن شاء الله العقبة الكاسة دكتور، إن شاء الله دعواتنا معهم إن شاء الله يكونوا من الفائزين يا رب إن شاء الله. بعد دابا حنا دابا في النشوة وفي النزوة ديال هاد الفرحة، ومن هنا كنطمح إلى أكثر إن شاء الله، 6 أو شهر 7 يحل الله إن شاء الله يستعدوا باش إن شاء الله يكونوا عاوتاني عندهم التوفيق بنفس الهمة ونفس المستوى إن شاء الله.